ده المهم. طيب الزميل مهيب عبد الهادي بقى، مهيب شايف الاهلي يقدر ولا ما يقدرش وبأمارة ايه؟ نشوف. احنا بنقول ان الاهلي يقدر واحده واحده، لان عندنا لعيب زي ما قلت لكم عمل معجزات في كره القدم، مش معجزه واحده، عمل ادي واحد الدوري الانجليزي، ناس كتير لعبوا في الدوري الانجليزي، احرز اهداف في الدوري الانجليزي عادي، ادي تاني حاجه، مش بالساهل تلعب اساسي، تالت حاجه هداف فرقتك، رابع حاجه هداف الدوري، احسن لاعب في انجلترا، من احسن لعيبه في العالم، من احسن ثلاث لعيبه في العالم، يعني وقفت على المنصه من احسن ثلاث لعيبه في العالم، ده حلم، ده اللي انا بقوله، ده يعني حاجات ممكن تقعد تحلم بيها، اي حد يقعد يحلم بيها، الراجل عملها، فما تقوليش وتعاتبني او تزعل مني ان انا بقول الاهلي يكسب، الاهلي ممكن يخسر عادي، خسر من بطل اوروبا ولا حد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، هنركز في الثالث والرابع وان شاء الله ناخد، لكن ليه انا عندي ماتش 11 لعيب ممكن اكسب. يعني مهيب راح لنقطه مهمه جدا في مباراة كبيرة أمام البايرن في حتة الإعداد النفسي، الإعداد النفسي المباراة زي دي مهم جدا. النهاردة حتة الحلم والطموح المشروع اللي إحنا بنتكلم عنه اللي قالها موسيماني، واي نوت، ممكن تكون في مفاجأة للنادي الأهلي، ممكن لعيبة تكتب تاريخ جديد لأنفسها وللنادي الأهلي، فده حلم مشروع زي ما هو مشروع للبايرن، وإحنا بنقول قوته وبنستعرض عضلاته، ممكن لعيبة النادي الأهلي تقدر تعملها. والتاريخ برضه بيذكر مباريات كتيره ومواقف كتيره النادي الاهلي كسب فيها. طيب دي بعض الاراء.